لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الله، لو هلمس طوبك أنت الحنان تشفيني. اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، بنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اشفيني. تكلمنا الاسبوع اللي فات عن الشفاء، هل هي موهبه ام هي وصيه كتابيه؟ ووصلنا ان الشفاء هو موهبه كتابيه ووصيه، كل مؤمن اطلب منه ان يصلي من اجل المرضى. لكن النهارده هنبتدي سلسله جديده خالص عن لماذا شفى يسوع المرضى. اهلا بيك يا مينا. اهلا بيك يا ايفون، برحب بيك. اهلا بيك. ازاي؟ لماذا شفى يسوع المرضى؟ لماذا شفى يسوع المرضى؟ هو يعني سلسلة هكون يعني جميلة جدا ان احنا نشرح ان في الكتاب المقدس الشفاء ده جزء كبير جدا من خدمة السيد المسيح، وهو جزء من الكتاب المقدس كبير جدا. امين. فاحنا زي ما شرحنا في الحلقات اللي قبل كده ان احنا قلنا ان الشفاء ده 30% من خدمة الرب يسوع كانت شفاء. فعلا. فان احنا نبتدي نشرح لماذا شفى يسوع المرضى، ده هيكون مهم جدا. يعني احنا هنكلم عن ان الرب حب يثبت ان هو المخلص الوحيد المنتظر، فعلا. ان هو المحب للبشرية، فعلا. عشان كده كان يعني يشفي من محبته للبشر، ما يحبش ان يشوف واحد مجروح، ما يشوفش واحد مريض مكسور. أمين. لان هو قصده زي ما اتكلمنا قبل كده ان خلق آدم على صورته ومثاله. فعلا. والأسباب اللي معروفة، يعني معظم المسيحيين لما تسألهم لماذا شفى يسوع المرضى، يعني أنا تربيت على أني أسمع علشان يثبت ألوهيته. ده أكتر، يعني دي الأسباب اللي هي بتسمعها كتير، عشان يثبت ألوهيته. أيوة. فعشان كده هو شفى المرضى. لكن السلسلة دي هنتكلم كل أسبوع عن سبب مختلف وسبب كتابي، وبيثبت ان لما شاف يسوع المرضى كان في اسباب اكتر بكتير من اثبات الوهيته، كان في اسباب تانية. ايوه. فهو كان بيثبت الوهيته، وفي نفس الوقت بيثبت ان انتوا كاتباعي كتلاميذ ليا يعطى ليكم القوه والسلطان. وكلمنا عن السلطان الذي للمؤمن، وكلمنا على تفعيل هذا السلطان بقوه الروح القدس اللي بتسكن في المؤمنين. فكلمنا ان ازاي المؤمن ده هيكون قادر انه يعمل الاعمال، وسيد المسيح نفسه اعلن لينا كده، قال الاعمال التي انا عملها تعملون انتم مثلها واعظم منها. اعظم منها. فان هو شو قلبه كده. أيوة. انه يجي يعيش معانا وياخد شكلنا وياخد كل ضعفاتنا وكل اسقامنا وكل خطايانا وكل امراضنا ايضا. فعلا. وياخدها ويسمرها على خشبة الصليب، عشان كل اللي يؤمن بيه ويعيش ليه كتلميذ يكون مثمر، ويكون فعلا الشفاء ده جزء من خدمة الملكوت. أمين يا مينا. وواضح جدا في العهد الجديد ان كل مرة كان يسوع يعمل معجزة كان يدي سبب ليه هو عمل المعجزة دي. يعني في مرة مثلا يقول لهم ان انا شفيت المريض دوت علشان اقول لكم ان انا ليا سلطان على الخطية. أيوه. يجي في مرة تاني يقول لهم لا، انا شفيت علشان ملكوت السماوات قد اقتربت ليكم. أيوه. فكل دي مفاتيح لكل مؤمن بتدينا، يعني ليه بتدينا كده عناوين شفى المرضى ليه. ويقول كده ساعات يعني في يوحنا 9 يقول كده لا هو أخطأ ولا أبواه، فعلا، ولكن لمجد الله. أيوة. عشان يكون المرض اللي في حياة كل إنسان إن ده مش هو نهاية المشوار. فعلا. إن إحنا في مشوار الحياة هيكون ممكن في أمراض، ولكن ده مهم جدا إن إحنا نحول الضيقة ونحول التجربة ونحول
أي حاجة سلبية في حياتنا لمجد الله. وده اللي بيفرق بين إنسان مؤمن في عشرة حقيقية مع الله، إن هو بياخد الضيقة أو بياخد إن هو ممكن يكون في مرض معين، إن هو يحول ده لشكر وتسبيح ومجد الله، وإن يؤمن إن يا رب دي مش مشيئتك ولكن أنت قصدك في حياتي، إن لو أنا في ضيقة، لو أنا في مرض، لو أنا معافى تماما همجدك في حياتي. فعلا. فما بيعتبرش إن خدمتي في ملكوت الله أو دعوتي إن أنا في الملكوت ده بيعتمد على صحتي أو الإمكانيات اللي عندي، ولكن أنا بعمل باللي أنا موجود فيه دلوقتي. أمين أمين. فيعني السلسلات اللي جاية هيبقى إن شاء الله كل أسبوع هنركز على سبب مهم كتابي خلى يسوع يشفي ويشفي. أيوة. بقوة. والشفاء كان ما اقدرش اقول زي ما انت قلت يا مينا اكتر من 30% من خدمته، يعني خدمة الانجيل فعلا. ده غير النبوات في العهد القديم فعلا، ده غير الانبياء اللي واحنا النهاردة هنتكلم على نبوة اشعياء النبي اللي هو اكتر من 700 سنة قبل ميلاد السيد المسيح وتجسده فعلا. تجسد الكلمة. أمين. انه يجي ويحل ويتمم نبوات. نعم. ان في اله هيكون هو المسيح، هو الممسوح من الله لكي يتمم الخلاص، ولا يتمم الخلاص فقط وليتمم شفاء زي ما حكينا قبل كده ان الشفاء ده جزء من الكفارة المقدمة من السيد المسيح نفسه. أمين. وكان واضح ان الشفاء الروحي والجسدي يعني فعلا مهم جدا جدا للسيد المسيح. احنا لما نبص للعهد القديم ونبص لكل الانبياء اللي جم قبله، يعني هتلاقي في انبياء شافوا مره، شافوا مرتين، في مثلا 15 مره، لكن السيد المسيح ما حدش فينا يعرف شفى كم مره، لان كتير جدا يجي مقطع في الانجيل يقول وكان يقول يشفي كل من تسلط عليهم ابليس. احنا ما نعرفش عدد الناس دي قد ايه اللي اتشفوا من المسيح شخصيا. صح. وفي انجيل يوحنا آية مشهورة جدا، يعني تعتبر قمة هذا الإنجيل، هي في إصحاح 20 آية 30-31 يقول إن آيات كثيرة صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب فعلا، ولكن اللي كتب ده لكي نؤمن وإن آمنا يكون لنا حياة أبدية. فإن الرب يسوع لما جه وتجسد وأخذ شكلنا هو عايز يوصل رسالة إن أنا بخلصك كاملة فعلا، وجزء من خلاصي المقدم ليك هو أن تكون معافى صحيح. عشان يعني الرب مش عايزنا ان احنا نكون مستسلمين، يعني اللي بيستسلم للمرض ده ويقول خلاص بقى انا هموت ومش هصلي وما عنديش ايمان وربنا عايز كده وكل الحاجات اللي هي السلبية اللي ممكن بتخش في ذهننا فعلا. وهي الحرب الحقيقية هي في الذهن فعلا. لان ابليس يعني بيحاول يشتت الفكر ويحاول دايما يلعب بالذهن، لانه عارف ان المعركة في الذهن. لو هو ابتدى يبث افكار سلبية بيبتدي الإنسان خلاص يقبل وضعه، يبتدي يتذمر على ربنا، يبتدي يبقى نيجاتيف أو سلبي في حياته، يبتدي الدعوة والقصد والهدف بتاعه في ملكوت الله يبتدي يتشوه منظره، وأكتر من كده صورة الله نفسها تبتدي تتشوه في نظره فعلا. وحتى مين لو قبل الوضع ده وعايش بده، لكن الثمار اللي هيجيبها للمسيح هتكون قليلة جدا. وحتى لما هيروح يبشر، واحنا هنعمل حلقه كامله عن كده، ان الشفاء هو من اعظم وسيله للتبشير. صح. يعني ما ينفعش ان انا اكون مليانه مرض واروح اقول لواحد تعالى اقبل يسوع، يسوع يشفي. طب يسوع مش ما شفكش ليه؟ فرغم ان احنا يعني لازم حتى لما اجي اصلي لواحد طريقتي للصلاه، يعني انت تسمع ناس كتير يقول يا رب لو دي كانت ارادتك يشفي عبدك. طيب ما انا عارفه ارادته، ما هي يسوع لما جاء يشفي. ايوه. جه طبيعته انا الرب الشافي. ايوه. فانا لما اقول له يا رب، انا لما اصلي اقول انا متاكده ان ربنا عايز يشفيك، مش بس ان انا ببني ايمان في اللي قدامي، لكن انا بفهمه قصد الله، ان قصد الله ما اتغيرش، هو وبتحد مع السماء في نفس القصد والدعوه. لانه يسوع علمنا كده انه كما في السماء يكون على الارض، وهي دعوه كل مؤمن. يعني لما سالوه ازاي نصلي اداهم الوصفه دي، الوصفه انه ابانا الذي في السماوات لياتي ملكوتك، لانه كما في السماء كذلك على الارض فعلا. ففي السماء، هل في السماء في مرض؟ هل في السماء في خطيه؟ هل في السماء في ضعف؟
ولكن احنا عارفين ان ملكوت الله بيأتي على المؤمنين كل يوم فعلا. وانه بيأتي علينا فاحنا بنقترب منه كل يوم فعلا. مين عارف ان كل واحد في حياته كل ثانية بتعدي بيقترب عليه ملكوت الله فعلا. ان كل لحظة بتعدي علينا ان احنا فعلا نكون عاملين في ملكوت الله. وكل ما بيقرب اكتر يمينا بحس بقوة ربنا اكتر، بحس بالشفاء اكتر، بحس. وده اللي احنا نسمعه في الاختبار اللي هيجي بعد شوية، اني يعني كل ما انا اقرب من ربنا بسمع صوت اكتر، بتأكد من الدعوة اكتر. أيوة. فعشان كده يسوع كتير يشفي ويقول لهم ان ملكوت السماوات قد اقترب. أيوة. يعني انا قربت، انا حسيت بقلب الاب، حسيت بدعوة الاب، حسيت بقصده ليا فعلا، حسيت هو ازاي عايزني كامل معافى، عايز يفهمني ان انا اخليت ذاتي واخذت شكلك وعشت انسان كامل واله كامل ولكن بلا خطيه، لكي يكون لك غفران خطايا ويكون لك ايه؟ شفاء كامل. امين. فيكون ليك شفاء كامل. انا متشجع قوي النهارده لان الاختبار اللي احنا هنسمعه دلوقتي مع اعزائنا المشاهدين انه اختبار فعلا يوري ازاي عظمه الله في الشفاء، لأن الله ليه طرق كتير جدا. وإحنا زي ما سمعنا أخونا مجدي الحلقة اللي فاتت أنه كان عنده مشكلة وسجد وقال له يا رب اشفيني، والرب تمجد فعلا ولمسه لمسة شافية فعلا. ولكن النهاردة الجزء الثاني من اختبار أخونا مجدي، فأنا مش عايز أحرقه للمشاهدين. فأعزائي المشاهدين أنا بشجعك أن أنت تسمع معانا اختبار الجزء الثاني مع أخونا مجدي وتعرف يد الله. وانا عايزك وانت بتسمع الاختبار ده ان انت تكون مركز على من هو الله، محبة الله لك، ان هو جه عشان يفديك ويشفيك ويكون لك افضل. فانا عايز نسمع مع بعض دلوقتي الاختبار ونعود نتكلم عن الاختبار. ابقوا معنا. أنا اسمي مجدي زخاري، عايش في أستراليا بقالي سنين طويلة. أحب أشاركه باختبار أصلي أنه يكون سبب تشجيع لكثير من أعزائنا المشاهدين. حصل معايا نوع من الألام في رجلي هنا، كانت نازلة على رجلي وكنتش أقدر أتحرك ولا أتني ولا أقوم ولا أقعد ولا أنام ولا أتحرك. يعني الحقيقة كانت محددة حركتي خالص. أنا تسألت قلت يا رب يعني إذا أنت شفيتني قبل كده ليه العملية بتاخد وقت المرة دي؟ الرب ما جاوبش عليا بشكل مباشر. اتحولت للسبيشاليست، والسبيشاليست بعتتني لأشعة MRI اللي هي السونار، أشعة أدق من الأشعة اللي كان عاملها الفاميلي دكتور. لما رجعت لهم للقصائية بالتقرير الـ MRI بصت كده في الفقرات وقالت انت حالتك تستدعي عملية. انا الحقيقة اتفاجئت جدا، ما كنتش متخيل خالص. فقلت لها يعني ممكن يعني اي طريقة تانية يعني نتجنب بها موضوع العملية؟ قالت لي الحقيقة انا في نظري انه لازم عملية. قلت لها طيب الحقيقة اديني فرصة افكر. قالت لي طيب اذا حصلت معك بعض الاعراض وحكيت لي ايه هي الاعراض روح المستشفى على طول والطوارئ وهعمل لك العملية. الاعراض في نفس اليوم زادت، قالت لي اذا الاعراض دي زادت لازم تاني يوم تروح المستشفى. فروحت المستشفى وعملت العملية وطلعت من العملية، لكن بعد العملية انا بقيت امشي لكن حاسس بتقل في رجلي وتنميل وضعف في رجلي اليمين. فانا قلت يا رب انت شفتني قبل كده انا عايز شفاء. قال لي لا المرة دي المسألة مختلفة، انا عايز ادربك بطريقة مختلفة. فقلت له طيب ازاي يا رب؟ قال لي هتشوف. كنت بصلي من اجل الشفاء وطلعت لقدام في الكنيسة عشان يصلوا لي ويمتحوني بالزيت. ما حصلش حاجة، قعدت كده وجالي واحد من الإخوة قال لي أنا ما أعرفش مشكلتك إيه بس أنا حاسس جاي لي صوت بيقول لي أقول لك إنه worship the Lord in the midst of your pain. قلت له أوكي أنا متشكر بس ما كنتش مستوعب هو بيقول لي إيه. روحت البيت
وانا بصلي في روح الصلاه، يا رب بيقصد ايه اخويا ده؟ يقصد ايه؟ اسبحك في وسط الالم، انت قاصد اني اتعذب؟ يعني من فضلك اكشف لي، انا مش فاهم. تاني يوم في خلوتي قاعد قدام كلمه الرب قدام مني، الرب حط قدام مني خروج 15 ابتداء من عدد 22 لاخر الاصحاح، اللي كانوا الشعب عطشانين وراحوا لمارة، ومن مارة الخشبة اتحطت، موسى حط الخشبة وتحولت لمية حلوة، وراحوا لإيلم. وبعدين أنا قلت يا رب بيعني لي إيه الكلام ده؟ الرب قال لي worship me in the midst of your pain. قلت له تقصد يا رب إن الخشبة دي هو ده اللي كان بيكلمني الأخ عليه؟ قال لي بالضبط كده، worship me in the midst of your pain، اعبدني في وسط ألامك. قلت هللويا، بقيت أسبح من كل قلبي وأبكي ويعني ألحن، وابتديت أعبد، وحسيت إنه التسبيح هو ده الوسيلة اللي بتحول مرارتي وألامي إلى عزوبة وفرح وسلام. واستمريت في الحال ده يوميا، بعد خلوتي أطلع أتمشى البلوك اللي حوالين بيتي. فأنا الحقيقة الرب كان بيشتغل عليا الفترة دي، وحسيت انه في امور كتير انه قبل ما الرب يشفيني لازم يمررني فيها عشان اتدرب واستقبل الشفاء بعد ما كنت نقيت وتقدست. الرب قال لي انا هاخدك للشفاء. فرحت للدكتور، للدكتوره المستشفى، ودخلت المستشفى ودخلوني اوضه العمليات، وبتاع البنج ابتدى يحط فيها الانابيب اللي هيحط فيها ابره البنج. وقبل ما يحط ابره البنج دخلت الدكتوره. نسيت اقول لكم ان انا قبل ما اخش انا قلت يا رب انا عايز اشوف الدكتوره. عاده ممكن ما اشوفش الطبيب الجراح، بس ينيموني ويشتغلوا عليا على طول. فدخلت الدكتوره الجراحه وقالت لي اهلا اهلا، انا بقى لي فتره ما شفتكش، العمليه يظهر دورك في المستشفى اخذ وقت، طيب خلينا اشوفك الاول قبل ما ينوموك في البنج. فراحت بصت كده على الاشعات اللي انا كنت شفتها من سنه وشويه، بصت فيها كده قالت لي خلينا اشوفك، بقيت تقيس رجلي كده وتشد وتقارنها برجل الثانيه اللي هي اقوى منها، شافت انه ما فيش فرق خالص. قالت انا مستغربه جدا، قلت لها ايه اللي مستغربه؟ قالت لي اللي حاصل معاك ده حاجه الهيه، اتس ديفاين. وبعدين بص التاني في الاشعات، بعدين تجرب تهز رجلي تاني وتشد في رجلي، تقول لي اتس اونلي جاد هو كان دو ذس. فانا ببص لها قلت لها بتقولي ايه؟ قالت لي اتس اونلي جاد هو كان دو ذس، يو ار سو بليست، انت مبارك. قلت لها انا بعرف انه مبارك، حتى بنتي ادتني ايه ومعلقه علقناها على الحيطه مكتوب عليها يو ار تو بليست تو بي ستريسد، ام نوت ستريسد، انا مبارك ومش خايف ومش قلقان. قالت لي انا عايز اقول لك حاجه بس ما تستغربش ما تزعلش، انت انا مش شايف ان في لزوم نعمل العمليه دي. قلت لها اوكي. قالت لي يعني مش هتزعل لو وديتك على البيت من غير عمليه؟ قلت لها لا ما ازعلش، انا عارف انه في ايد امينه واللي يحصل يحصل ما يجراش حاجه. قالت لي انا مش شايفه في لزوم العمليه، انت عندك وجع في ظهرك؟ قلت لها لا. عندك يعني اي ألم كده بتاع؟ قلت لها لا، أنا مجرد بس حاسس يعني بشوية تنميل في رجلي وخلاص. قالت لي أنا مش شايفة إن في داعي نعمل العملية دي، اللي الوضع بتاعك ده أبنومه، كل اللي بيجوني كأخصائية جراحة ظهر لازم يكون عندهم وجع ظهر، أنت ما عندكش وجع ظهر، ما عندكش أي حاجة تستدعي إن تعمل عملية، رجلك سليمة. فأنا هبعتك على البيت وتروح تعمل أشعة مرة تانية ونشوف النتيجة بتاعتها إيه، أنا عايز أعرف إيه اللي حصل معاك. عملت أشعة تانية MRI تانية، وصلت لها النتيجة، بعتت جواب إنه مفيش داعي نعمل عملية، إنه حصل تحسن من الفرق ما بين MRI الأولانية والMRI التانية، مفيش أي داعي نعمل عملية، ده حصل تحسن وأثناء ما هو كان منتظر دوره في العملية. أشكر الرب جدا إنه خدني في مشوار اتعلمت فيه انه ازاي قبل ما اطلب شفاء ازاي اختبر معاملته معايا، انه اتسامح احب افرح كما يقول ايضا في امثال اصحاح 22،
انه a cheerful heart is good medicine. افرح واتعزى في الرب. وايضا احد الايات اللي اتلمست فيها في الفتره اللي فاتت في فيليبي 2 عدد 13 لما بيقول الله هو العامل فيكم ان تريدوا وتعملوا من اجل المسره. الله عمل في حياتي وانا اصلي انه يعمل في حياتك ايضا اخويا المشاهد واختي المشاهده، انه تشوف اراده الله فين وتعملها وتسمع صوته زي ما انا تعلمت، وبالتالي تعمل من اجل المسره. اشكركم والرب معاكم. مكملين معاكم اعزائنا المشاهدين، ان احنا سمعنا اختبار اخونا مجدي وقال ان اعبد الرب في وسط الالام، ان ما كانش عنده مشكله ان هو في المرض بتاعه وهو في الوجع بتاعه، ولكن ثقته بالرب ان هو عارف ان الرب يبقى امين وهو لن يتغير ولا يتغير. انه في وسط الالام قال ان انا اختبرت ايد الرب قبل كده، وسمعنا الاختبار الحلقه اللي فاتت ان لما طلع وصلى ان ربنا لمسه وشفاه في معجزه واحده وعلى طول، ولكن المره دي ان برضو كان في وجع في ظهره وفي رجله، ولكن الله استخدم معاه اسلوب تاني عشان يعلمه حاجه تانية. فعلا، واللي عجبني جدا امينة فيه ان هو في كل الرحله دي ما شكش ان الله يريد ان يشفيه، لكن كان بيحاول ان هو يعني يتعاون مع الروح القدس يفهم ايه الطريقه اللي الشفاء ده هيجي. وبعد كده ذكر ان يعني في الوقت دوت لازم اسامح ولازم احب. واحنا قلنا هنعمل حلقات على ده، ان من اهم الحاجات اللي بتمنع الشفاء هي ان انا اكون مش مسامحه حد. أيوه. او ان انا ما اكونش بحب حد، او ان انا اكون كاره حد واجي من ربنا اقول ايه. وفعلا في مكالمه جات لنا ان في ناس يمينه يبقوا اهم حاجه عندهم الشفاء الجسدي. أيوه. لكن روحهم اساسا مش مشفيه، وده اللي بيعطلهم في الشفاء. هو قال ان اختبر معاملات الله. فعلا. ان هو بيختبر معاملات الله، ان انا ربنا حتى في وقت الضعف بتاعي برضه عايز يعلمني، وفي وقت الصحة الجيدة بتاعتي والإعفاء بتاعي كامل برضو عايزني أمشي معاه بكل أمانة، وعايزني أتعلم منه، وعايز يكون في عشرة حقيقية معاه عشان أكون نافع ليه. فهو إن سواء ده إن الرب بيمد إيده بلمسة خارقة للطبيعة وبيشفي في الحال، أو إن هو بيستنى علينا ويورينا كده إن إيه، خليك معايا، إيمانك يستمر، ان لما ايمانك يستمر وتصدق في مواعيدي ان في شفاء. امين. واللي عجبني قوي في الاختبار ان قال ان انا في ايد امينه. فعلا. ان يعني التعبير ده لازم يكون عن اختبار. فعلا. هل انا اختبرت ايد الله الامينه؟ هل انا عارف ان ايد الله في وسط الالام ان هي خارقه للطبيعه؟ فعلا. وحتى لو المنظور قدامي غير كده، ولكن انا عارف ان وعود الله أنه هو الرب الشافي. أمين. أمين يا فون. طب إحنا عايزين نكمل النهاردة كده في أول حلقات السلسلة، لماذا يسوع شفى المرضى، لماذا يسوع يشفي، لماذا يسوع بيتحنن على الناس. النهاردة عايزين نكلم أن شفى يسوع أن هو ليثبت أنه المسيح المنتظر. فعلا. أن دي كانت صفة من صفات المسيح المخلص الممسوح من الله. من الله المسيح المنتظر. ان يعني احنا النهارده مين هنشوف، هناخد من العهد القديم وهناخد من العهد الجديد، وهنشوف النبوات قالت ايه عن المسيح. يعني كان بيتكلم ليهم اشعياء في وقت صعب جدا. احنا هنقرا من اشعياء اصحاح 35. أيوة. عدد 3. وكان بيتكلم في الوقت دوت، طبعا النبوه دي كانت حوالي 700 سنه قبل المسيح، وبيتكلم ليهم في وقت صعب جدا، في وقت ملك سنحريب اللي هو ملك أشور جه واستولى على كل المدن بتاعت يهوذا، وهم كانوا مرتبكين جدا وخايفين جدا. فهو بيقول لهم كده في عدد 3، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها، قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا. فهو عمال يشجع الشعب، شايف ان الشعب خايف. أيوة. بيشجعهم ليه؟ بيقول لهم هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي جزاء الله، يعني ما تخافوش، في وقت الله
هيجي وهيدافع عنكم. الله يرى ان ملك اشور عمال ياخد المدن بتاعه يهوذا. أيوة. الله يرى السبي، الله يرى الظلم وهو مش ساكت، وهيجي وهيخلصكم. هيخلصكم طبعا، هم كانوا يعني مبتعدين جدا عن ربنا. فهو بيقول لهم هو هيخلصكم. طب ايه نوع الخلاص ده؟ هو ياتي ويخلصكم، هو ياتي ويخلصكم. صح. فيكمل هنا ويقول هو ياتي ويخلصكم حينئذ تنفتح عيون العمي وأذان الصم تنفتح، حينئذ يقفز الأعرق كالإيل ويترنم لسان الأخرس. كل ده جاي مع الخلاص، كل ده جاي مع الذي سيدعى عليه المخلص اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياه، من خطاياه ومن كل حاجة، من خطاياهم. أمين. لأن النبوة دي واضح جدا أن بروح النبوة، عشان النبي بيتنبأ على الشعب، الشعب المختار، الشعب لو قلنا في نص العهد الجديد ان الشعب المفدي بدم الحمل، او الشعب اللي في ايمان وعلاقة حية بيسوع المسيح، الشعب اللي قبل كفارة المسيح على الصليب وعرف انه في يقين، انا عارف بمن امنت وميقن انه يحفظ وديعتي، انه هو في علاقة شخصية بينه وبين الرب. فان في العلاقة دي ان ايدي مش هتبقى مسترخية، ان ركبي مش هكون مرتعشة، مش هتبقى ثابتة، ولكن هيكون فيها انتصاب، هيكون فيها قوة، هيكون فيها ان انا باخد ارض للرب، ان انا باخد ارض غريبة للرب. ارض غريبة للرب يعني ايه؟ يعني ممكن ناس مش التعبيرات دي ممكن ما تكونش عندها مفهوم قوي، ولكن احنا في ملكوت بناخد ارض للرب، زي ما يشوع دخل بيهم كده وعبر البحر الأحمر، عبر الأردن، إن بعد الأردن قال كده إن كان في أرض شاسعة جدا للامتلاك، ومهما امتلكوا كان في امتلاك أكتر. فإحنا كأولاد ملكوت الله، أولاد ملكوت النور، إن إحنا في أرض نمتلكها. ولكن بيتكلم أكتر ما تقوله لخائف القلوب، لأن عدو الخير عارف إنه أول ما يبتدي يشككك، أول ما يبتدي يخوفك، هيبتدي إيمانك يتزعزع. فعلا هيبتدي إيمانك ما يمكن ربنا عايز كده، يمكن ربنا قاصد ان انا اجي بلاد مهجر وبعدين ما اعرفش اخدمه، وعشان اللغة وعشان ظروفي وعشان الحياة، وحط لنفسي يمكن انا في بلدي وما هاجرتش، يمكن انا مولود في بيئة معينة وفي اقتصاد معين وفي ظروف صعبة، فانا حاسس ان انا مش مهيئ، مش قادر ان انا اخدم الرب بكل الدعوة اللي على حياتي، بكل القصد اللي على حياتي. وده يمين كان بالظبط زي ما شعب اسرائيل كان حاسس في الوقت دوت. يعني هو هما دلوقتي حاسين ان ملك اشور جاي وهياخد مدنهم، فهم خايفين جدا وخايفين منه جدا، مش عارفين يعني مش عارفين يعملوا ايه، فهم كانوا في حالة خوف. والنهاردة اي انسان ما تعرفش معرفة حقيقية على شخص الرب يسوع بيبقى في نفس الحالة، بيخاف من أقل حاجة. أقل حاجة بترعبه. لكن كلام أشعياء النبي لسه بيرن لغاية النهاردة، وبيقول كده ان إلهنا، بس هو بيقول المسيح هيجي. احنا النهاردة يعني فعلا يا بختنا، لان احنا النهاردة في وقت المسيح جه، والمفروض ان اي انسان يقبله بالإيمان ليه كل ده، لكل المواعيد، لكل المواعيد دي، لان عينيه تنفتح، عينيه الروحيه وعينيه الجسديه، ودان الروحيه وودان الروحيه. ما اقدرش اخد الشفاء الجسدي من النبوه ديت، لان واضح جدا ان المسيح لما جه ابتدى يعمل معجزات، ودي كانت العلامه اللي بتحدد ده المسيح ولا مش هو المسيح. يعني هل هذا هو المسيح المنتظر ام لا، ام ننتظر اخر؟ فعلا لو كان المسيح جه وما شفاش جسديا زي ما شفى روحيا، ما كانوش هيصدقوا. صح. ويقول كده في رساله كورنثوس انه اليهود عايزين ايه، هم كانوا هم عارفين كده، هم حافظين كده، كتبهم بتقول لهم ان المسيح اللي هيجي بيعمل ايه، بيشفي جسديا وروحيا. فعلا وهم منتظرين النبوات دي، ولكن كان كل فكرهم انها حاجات بس، ان المسيح ده يجي ويحررهم من الرومان ويقيم مملكه ليهم، وان هو يعيشوا في سلام ورخاء، وان ما يكونش في حروب، وان يكون في متعه ارضيه. فعلا ولكن الرب يسوع لما جه عايز يفهمهم حاجه واضحه جدا، ان انا جاي عشان افتح السماء واتمم الفداء، وابعت لكم الروح القدس يمكث معكم،
وهو اللي يديكم القوة دي. أيوة. ان يكون اللي انا عملته واللي الانبياء اتنبأوا عني بيه يكون انتوا دوركم بقى انكم تكملوا هذه الرسالة. امين. وهو مينا يعني خلصنا من الخطية، إلهنا يخلص ويخلص إلى التمام. فعلا. فإن كان إله يخلص إلى التمام، كل حاجة ذكرت هنا لما يقول حين إست تنفتح عيون العمي وأذان الصم، كل دي معجزات يسوع المسيح على الأرض عملها بالفعل. ما أقدرش أمسك ده وأقول يعني دي بس حاجات روحية. فعلا هي حاجات روحية، وده بيحصل. إن ناس كتيرة جدا بتكون من حظيرة أخرى ولا تدري من هو المخلص، ولكن عينها بتنفتح ويؤمنوا بالرب يسوع ويؤمنوا إن هو الإله المتجسد. فده حقيقة. لكن هنا كمان بيتكلم على الشفاء الجسدي. أيوة. إن إحنا لو واحد بيسمعنا أعمى ممكن يقول بس ماليش علاج، الطب لغاية النهاردة مفيش علاج للعمى. أيوة. لكن هل علشان الطب عجز إلهي اللي بيجي حياتي يعجز؟ أبدا. لأنه بيقول كده حينئذ يقفز الأعرج كالأيل. فعلا. يعني اللي مش في خبرة حية، اللي مش في حياة فعلا في علاقة حية مع الله الحي، إنه يبقى عمل زي الأعرج. فعلا. إنه هو عايز يعمل، ممكن يكون ضميره مأنبه، ممكن يكون يعني انا بتهالي ان في دلوقتي سادة المشاهدين كتير بيسمعوني، ممكن تكون حاولت تاخد قرار في حياتك، انا هتبع السيد، انا همشي مع الرب يسوع، انا احط ايدي في ايده، ولكن بعد شوية بتقول ما انا ظروفي، ما انا حياتي، طب يعني امشي على سطر واسيب سطر. فهو بيقول لا، لان هو في قضاء وفي انتقام وفي جزاء وعدل الله استوفى في المسيح. فهو شال موضوع الخطية، شال موضوع، حمل أسقامنا وخطايانا وأمراضنا. فعلا. فهو لما حملها إيه اللي حصل؟ هو قال هو يأتي ويخلصكم. عيون العمي تنفتح، أذانهم تنفتح، ما لم تره عين ولم تسمع به أذن. حاجات غير خارقة للطبيعة. فعلا. وكتير يا مينا يعني السيد المسيح قال للتلاميذ، قال لهم أنا ما اديتكوش لأن أنتم ما طلبتوش. يعني أنا فاكرة مرة كنت بكلم صديقة عزيزة عليا، إلى الآن لم تطلبوا شيء، إلى الآن لم تطلبوا تجدوا، وأنا هديكوا، أنا عايز أديكوا، ليه مش بتطلبوا؟ يعني صديقتي دي كان عندها ولد عنده مرض التوحيد أو يعني التوحد، اللي هو أوتيزم. الأوتيزم. وكانت بنتكلم على الولد، فقالت لي يعني أنا بشكر ربنا إن هو يعني هادي، ولما بياخد الدواء الدواء بينيمه معظم اليوم، ومش زي أصحابه التانيين، يعني اصحابه في ناس مخهم طبيعي خالص واشقى بكتير. فقلت لها انت عمرك جربتي تصلي لابنك بدل ما تقولي كده؟ قالت لي ابدا، عمري ما طلبت. هي بتوجد اعذار ان كويس ابني مش شقي زي بقيه الاولاد وانا مرتاحه كده، وهو ربنا قاسم لي كده. يعني في تعبيرات كده كتير، ان ربنا عايز كده، ربنا قاسم لي كده، انا حظي كده، ولكن دي تعبيرات ما ينفعش ان انسان مؤمن يثق في الهه وعالم بمن امن وعارفه كويس وبيختبره كل يوم في حياته، وان هو فعلا مقاد بالروح القدس ويسمع من الروح ويتكلم ويقرا كتاب تنفتح عينه وتنفتح. يعني جميل قوي في انجيله 24 يقول ففتح اذهانهم ففهم الكتب. فعلا. ففتح عيونهم فعرفوه. تلميذي عمواس كده قبل كده ما كانوش عارفينه، كانوا قاعدين معاه. أيوة. ولكن مش عارفينه. أيوة. ولكن نبوة أشعياء في 35 يعني آخرها بقى بيقول ويترنم لسان الأخرس. فعلا. إن في إنسان مش عارف يكلم ربنا، وفي إنسان يعني زي ما ذكرنا في الحلقات اللي فاتت إن في مواهب روحية تعطى للإنسان، إن لسانه ده يكون ملجمه إبليس، يكون عدو الخير ملجمه، يكون الصلاة تقيلة على لسانه، علاقته بربنا تقيلة، انه يسبح ربنا وسط ألامه يبقى تقيل قوي. فعلا. ولكن ممكن يمسك التليفون يقعد بالساعات يشكي من ربنا، وممكن يعني بيبقى أسوأ من كده كمان. ولكن المفتاح كمان لأنه قد انفجرت في البرية مياه. فعلا. مياه الروح القدس بتيجي في برية هذا الإنسان، بتيجي في القفر، ويقول كده وأنهار في القفر. إن القفر ده يبقى أنهار، إن البرية دي تبقى تنفجر فيها مياه. هو ده حال الإنسان قبل ما يختبر الروح القدس. فعلا.
ان احنا زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت قلنا ان ما فيش حد بيعلن ان يسوع المسيح رب الا بالروح القدس، زي ما اعلن لبطرس يعني وقال له كده، لما قال بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي، قال له انت ما عرفتش كده من نفسك، الروح القدس اعلن ابي الذي في السماوات اعلن ليك فعلا. امين. فهو ده المفتاح، يعني هو ده اللي انا عايز اوضحه اكتر، ان في علاقه. يعني ممكن الناس تقول طب احنا بنقرا مثلا من اشعياء 35 نبوه سنين ومئات السنين قبل ما جاء السيد المسيح على الارض وقبل الخلاص المقدم وقبل انا النهارده 2000 سنه بعد موت وصعود المسيح الى السماوات، طب ايه اللي بيحصل؟ انا ازاي اتواصل مع الكلام ده؟ التواصل يعني طبعا احنا هنشوف في خلال الحلقه، بس التواصل يعني المفتاح كله في قبول المسيح، في قبوله ليا انا ملك على حياتي، وانا لما اكون تحت مملكته لازم اقبل كل طرقه. لو هو قال انا جيت عشان تكون لكم حياه كامله وحياه افضل، فانا اقبل ده. انا بتعجبني قوي ايه برضو في اشعياء النبي الاصحاح 32 ايه 15 بيقول الى ان يسكب علينا روح من العلاء. فعلا يسكب علينا روح من العلاء، البريه تصير ايه؟ بستانا. ويحسب البستان وعر، يعني يبقى زي غابة، يعني لغاية لما يحصل كده يسكب علينا روح من العلاء. أمين. من غير ده يفضل النبوة دي زي ما هي، ركبي أمين. إيديا مش عارف أتواصل مع ربنا فعلا. لغاية لما يسكب علي روح من العلاء فعلا. فتصير حتى لو أنا في برية وهتنفجر فيها مياه هتبقى بستان، والبستان لو حتى واخد عمق مع المسيح، لو حتى عارف مختبر الروح القدس، البستان بتاعي ده هيكون ايه؟ وعر، يعني هيكون غابة خصبة جدا، هيكون يعني ملء الى ملء فعلا. فانا بشجع اعزائنا المشاهدين النهاردة، لو انت اختبرت الروح القدس وانت مؤمن بقالك سنين، او ممكن تكون النهاردة تسمع الكلام ده لاول مرة وبتقول انا ما اختبرتش، انا مؤمن او مولود مسيحي ولكن مش عارف الكلام اللي بتقوله لي ده دلوقتي، انا اشجعك ان احنا ما هنصلي في اخر البرنامج ان انت تتواصل معانا وتطلب كده الروح بقوة، قول له يا رب انا حياتي في قفر، انا في برية، انا حتى الهضاب حتى كل شيء في حياتي يا رب صعب عليا دلوقتي، ولكن انت زي ما اتكلمنا في الحلقة دي ان البرية تبقى بستان والبستان يكون وعر وتنفجر مياه في هذه البرية. أمين أمين يا أبونا. أمين. هي المفتاح كله في العطش، يسوع قال إن عطش أحد، ويعني ممكن ناس يقولوا أنا اختبرت الحاجات دي اللي أنت تقول عليها، لكن هناك نهر سباحة لا يعبر، وحتى لو أنت في عمق في دايما أعمق منك، في دايما حتة مكان أعمق تقدر تخشه. أصل إحنا بنتكلم في روح الله، هل روح الله ده يحصى؟ أبدا. هل العلاقة مع الله يعني الأبدية يعني يعرفوك؟ يعني فالأبدية دي ان احنا نقعد نعرف مين هو الله ده عجيب جدا. والرب يسوع قال كده، قال ان انا بدي الروح بلا كيل، يعني انا ما عنديش ليك معيار، انت ما تحطش معيار لنفسك. انت ما تجيش تقول خلاص انا كده خدت كفايه، لا، دايما في اعمق، دايما انا اكون في حاله جوع. عشان كده هنشوف يا مينا في برضو اشعياء 61 لما بيقول روح السيد الرب علي لأنه مسحني، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين. ودي تيجي قوي مع الجوع والعطش. هو اللي بيقبل، اللي قبل السيد المسيح كان مين؟ كان المساكين، كان الناس اللي هم قعدوا الجعان المرضى اللي هم ما لهمش أمل، هم دول اللي كانوا بيقعدوا ويسمعوا. لكن رجال الناموس كانوا بيجوا، بس ما كانوش بيجوا عشان يسمعوا، كانوا بيجوا عشان يدوروا على حاجة المسيح قالها غلط. الكتبة والفريسيين كان أهم حاجة عندهم بيشفي يوم السبت ولا ما بيشفيش يوم السبت، بس كده. لكن مش مشكلة أي حاجة تاني، مش مشكلة، مش مشكلة أن مريض 38 سنة يقوم يمشي، مش مشكلة أن عين تتخلق من جديد، ده كل ده مش مشكلة، أهم حاجة أنت شفيت أنهي يوم. فدي دي يعني إحنا عايزين النهاردة أن اللي بياخد اللي هو بيستقبل الكلام بتاعنا ده ببساطة. أيوة. بيستقبله كطفل. يسوع قال كده تعالوا لك الأطفال. أيوة. بساطة الإيمان إن أنا موعد الله دي النعم والأمين فعلا. بولس الرسول بيقول كده في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الأول، بيقول إن موعد الله دي النعم والأمين، يعني هي ما فيهاش تغيير ولا ظل دوران
ولا ان ربنا انسان فبيندم يقول سوري انا قلت وصية او قلت وعد او ان الكتاب ده كتب بناس مثقين من الروح القدس فعلا وبعد كده كتبوا حاجات غلط او حاجات اتغيرت عبر السنين، وهو بيقول انا هو امس واليوم والى الابد فعلا، ويقول ان انا ما بتغيرش وانا خطتي ليك ما بتتغيرش، ولكن احنا علاقتنا بتتغير واعترافنا بيه بيتغير ومحبتنا ليه بتتغير. وساعات بيعدي علينا وقت ان ممكن اضعف حاجات، وممكن يكون عليا ضغوط معينة من الحياة، وممكن يكون عندي مرض نفسي فيكون ان في ضعف ويكون في خوف. هو الشيطان دايما يبتدي بالخوف، يبتدي يخوفك، يبتدي يبعت فيك كده روح الخوف فعلا. الشك فعلا. هو فعلا إلهك كده؟ ابدا يا مينا، وزي ما انت قلت خوف وشك، يعني بيقولك اكتر الامراض الجسديه بتنتج عن الخوف والشك والحقد والغيره والخوف، كل دوت بينتج عنها يعني امراض جسديه. فاحنا لما نعالج الروح الجسد بالتالي هيتعالج، الجسد بالتالي هيتعالج. فهنا نفس الحكايه، برضو اشعياء بيتكلم عن نبوه السيد المسيح، برضو شعب اسرائيل خايف مرتعد، الحاله اللي هم فيها يعني بيقولوا هل في حل لكده؟ ملك اشور هياخدنا كلنا اسرى. فبيقول لهم كده، بيقول لهم يعني روح السيد الرب عليا لان الرب مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعصب منكسر القلوب، لاشفي منكسر القلوب. يسوع يشفي شفاء تام لمنكسر القلوب، دي حاجه هو عايزها. يعني كتير تلاقي واحد يقولك انا مؤمن وانا يعني خدت الرب ليا يعني اله شخصي، بس انا عندي مثلا ديبريشن او اكتئاب نفسي، اكتئاب حاد، او ان انا ببقى تعبان في حياتي وعندي كده هبوط دايما وبصص ان الدنيا دايما سودة وبصص ان مهلياش دعوة ويمكن ضاعت عليا دعوتي فعلا، خدمتي فعلا. فده مش قصد ربنا ابدا. ربنا النهارده عايز يشفي ناس. يعني انا بشجعكم اعزائي المشاهدين ان انتوا تبقوا معانا متواصلين على ارقام اللي على الشاشه وتتصلوا بينا، لو انت عايش في الشرق الاوسط انك تتابع معانا رسائل على الفايبر، وان الارقام اللي على الشاشه تتصل بينا، واحنا نشجعك ان البرنامج يكون فعلا يعني حاجه تطبيقيه وعمليه ان انتوا تتابعوا معانا وتواصلوا معانا واحنا نصلي مع بعض لكي يتمجد الرب بشفاء، ويتمجد الرب انه يمد ايده باعجاز، ويكون فعلا ده مشجع لينا كمؤمنين مع بعض. امين يا فون. احنا بنكمل أمين. ان اشعياء بيتكلم عن المسيا الممسوح فعلا. المنتظر فعلا. هيكون عليه روح السيد الرب. وهم يا مينا شعب اسرائيل كانوا لسه لازم ينتظروا كل المواعيد دي. لكن يا بختنا، يا بختنا ان الهنا جه، إلهنا جه من 2000 سنة، النبوات دي تمت. أيوة. فإحنا النهاردة لما أقراها أنها تمت أقول يا رب أنت يعني اشفي كل انكسار قلب فيا. أيوة. ما تخليش يا ربي أن ظروفي هي اللي تتحكم فيا، خليني اديني القدرة أنا اللي أتحكم في ظروفي. لما يجيلي يعني ظرف غريب، لما يجيلي أخبار مقلقة، ما خافش وارتبك. لا، أقول يا رب أشكرك لأنك أنت بإيديك كل ظروفي، كل ظرف بإيدك أنت، كل أيوة. كبيرة وصغيرة أنا مسلم ليك حياتي، أنت فيك الأمان. زي ما أخويا مجدي كان بيقول أنت إله الأمانة، مين هيقدر يعمل بيه حاجة إن كنت أنت معايا؟ مين يا رب في الدنيا دي كلها يقدر يقف قدامي؟ مين يقدر يشتكي على مختارية الله؟ مين ده؟ فلو أنا بالفكر ده يا مينا يبقى أنا هبتدي أصدق. لو انا خدت وعد ان انا اتبع يسوع لكن لسه فيا خوف، يسوع النهارده في اسمه كل خوف انطرد. كل واحد يقول يا رب في اسم يسوع انا بطرد كل خوف، بطرد كل قلق. ليه؟ لان يا رب انا اتعلمت حاجه النهارده انك انت بتشفي منكسري القلوب. امين امين. يقول كده نكمل، يقول لنادي المسبيين بالعتق وللمأسورين بالاطلاق. امين. يعني في ناس مسبيين وفي ناس مأسورين. طب هو يعني ايه الفرق؟ يعني المسبي ده زي شعب اسرائيل بتهيألي كده، يعني ان هو احنا شعب الله المختار. يعني في عصرنا دلوقتي انا مسيحي مولود في عيلة مسيحية او بقيت مؤمن وعايش
في علاقة مع الرب، أو ممكن أكون مولود مسيحي بس ما أعرفش أي حاجة عن ربنا. فعلا. وده ما يفرقش عن أنه يكون مولود مسيحي أو مولود في أي ديانة تانية. اللي ما اختبرش أن في علاقة حية مع الله الحي أن هو حاله زي أي حال واحد تاني في ديانة أخرى. فعلا. ولكن هو بيقول كده أن في واحد مسبي وأنا هعتقه من هذا السد. أمين. ويقول كده أن في واحد مقصور. يعني أنا بكلم أعزائي المشاهدين عبر شاشات الكارما النهاردة أن في ناس مقصورين لحاجات، في ناس مقصورين لإدمان، في ناس مقصورين لأمراض، ممكن يكون مقصور أنه هو بيتفرج على حاجات معينة، ممكن يبقى عنده إدمان للمخدرات، ممكن يبقى عنده مقصور لمرارة اتبنت في حياته في قلبه. ولكن النهاردة بقوة الروح القدس نصلي مع بعض. أمين. أن يكون في تحرير وإطلاق للمقصورين النهاردة، يكون في عتق من كل سبي احنا داخلينه. لأن مملكة الله هو نكون في ملكوت الله، يكون الله هو مادد إيده بالبركة، الرب مادد إيده بشفاء، مادد إيده بالخلاص، فما يكونش في سبي أن احنا ما نكونش في مرحلة ماشيين في مملكة الله وبعدين نسيبي نخش مملكة تانية. فعلا يا مين، احنا مش بنتكلم النهاردة على ناس في السجون، يعني دي ناس احنا بنصلي لها. أيوة. لكن الأسر الحقيقي ان انا اكون وسط عيلتي وسط اهلي وقلبي مقصور. أيوة. قلبي مقصور. ففعلا يعني هو يسوع بيدي عتق من كل ده. يعني يقول كده لأنه اللي أنادي بسنة مقبولة للرب. بس احنا قبل ما نكمل، ايه هي السنة المقبولة للرب؟ انا اشجعكم ان انتوا تواصلوا معنا وان احنا هنسمع ترنيمة ونرجع تاني نواصل معاكم. ابقوا معنا.
لمسة من يد يسوع تكفي لتحريري. وإن لمست أنا حب ثوبه نلت الشفاء. وإن صرخت أنا يا مخلصي زال العناء. وإن لمست أنا حب ثوبه نلت الشفاء. وإن صرخت أنا يا مخلصي زال العناء. فهو شمس الدين رئيس السلام يهوى القديم وبارع المدين عليم المشير شديد الرقيب إذا اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين متابعين معاكم. وان احنا النهارده بنتكلم عن سلسله جديده لماذا شفى يسوع المرضى، وبنتكلم عن اول حلقه في هذه السلسله ان يسوع المسيح شفى المرضى ليعلن انه هو المسيا المنتظر، ان هو الاله الذي تجسد ومسح من قبل الله لكي يعطينا نحن شفاء تام في كفارته، في خلاصه، في فدائه المقدر عن كل البشرية. ولكن واحنا في البريك مخرجنا جه قال ان في ناس على الفايبر اتصلوا، في بنت ميري اتصلت وقالت ان هي بعتت رسالة على الفايبر الاسبوع اللي فات والرب شفاها ومد ايده بشفاء كامل. فانا بشجعك ميري وبنتك ان انت فعلا تتقدمي بشكر لله ان ربنا بيشفي وبيمد ايده، وان غيرنا يتشجع ويشارك معانا والله يتمجد في شعبه. احنا كنا بنتكلم، الو في تليفون، ميري الو معانا ميري اتفضلي. ما فيش، اوكي سوري الخط اتقطع. احنا كنا بنكمل لأنادي بسنة مقبولة للرب. امين. وأكن السنة المقبولة هي سنة اللي فيها المسبيين يتعتقوا، السنة اللي فيها المقصورين يحصل لهم إطلاق، سنة عيون العمي تتفتح. يعني هي دي من أعمال الملكوت، ده اللي الآب يريد أن ولاده تعمله. والنهاردة أنا بحس أني يعني الكنيسة لازم ككل عايزين نتعلم ازاي نتعامل يعني بطريقة عملية. كتير من الناس بيعرفوا ان هم يعني يوعظوا ويبشروا، ده حاجة جميلة، لكن لما تيجي عند اعمال المسيح العملية اللي هي شفاء المرضى اخراج شياطين، تلاقي قليل قوي 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 من الناس اللي هم حتى يعرفوا يعملوا كده. انت بتفكريني يا فون يعني اكن واحد في كلية عملية وانه بيتعلم عن امراض معينه، لو قلنا مثلا في كليه طب او اي يعني كليه عمليه، بيتعلم عن امراض معينه في كتب وبعد كده يسمع عنها بس، ولكن لو ما دخلش معمل وفهم ايه هي الامراض دي واختبرها في مختبر وحاجات زي كده، مش هيبقى عنده الناحيه العمليه.
فاحنا لما بنقول النهارده ان لأنادي بسنه مقبوله للرب، ده هو شارح ايه السنه المقبوله دي؟ ان روح السيد الرب بيجي ويمسح، وكان ده نبوة عن السيد المسيح ان الممسوح من قبل الله ده يأتي بخلاص فعلا. طب هل احنا النهاردة اولاد العهد الجديد نقدر نقول التعبير ده على نفسنا؟ هو احنا ده اللي يسوع طلبه مننا وقال اني كما ارسلني الاب ارسلكم انا. هل ده التعبير ان احنا بنقول انا مسيحي يعني ايه؟ يعني انا اتبع المسيح، يعني انا ممسوح من قبل المسيح فعلا، لان يسوع المسيح يعني الممسوح يعني اخذ مسحه من الله. فيوم ما انا اقول انا مسيحي يعني انا المفروض ان انا واخد نفس المسحه نفس السلطان نفس الايمان. وبشر المساكين فعلا، وزي ما انت قلت يا مينا قبل كده ان هو صعد الى السماوات جلس يعني من الاب، لكن بعت لنا الروح القدس روح القوه الروح اللي بتديني القوه على كل الاعمال ديت. ايوه، وهو ده عمل الانسان المسيحي، هو دوت اللي في نهايه العام يعني ربنا يبص عليه ويقول ده اللي انا كنت عايزه. كام واحد في السنه دي مقصور انطلق كام واحد؟ لان بولس الرسول بيقول تاني برضه في رسالته الثانيه لاهل كورنثوس بيقول كده: ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا. امين. هو مين؟ هو الله. طب بولس الرسول فهم الموضوع ده ان هو بعد اختباره المشهور ان هو اتمسح من الله لكي يكون رسول وكارز، ايضا في رساله تانية بيقول كده ان هو مسح من قبل الله. فهل احنا كمؤمنين النهارده نقول لا اصل الكلام ده يمكن يكون كبير قوي علينا، يمكن انا اكون عضو كده في الملكوت ولكن انا مكتفي بخلاص نفسي وكفايه ان انا بس اعرف ربنا وكفايه ان انا بروح الكنيسه او بحضر اجتماعات او بعمل شعائر دينيه او يعني بعمل اي شكل من العباده، وان الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يمكن يكون صعب. هو وكثير مين ممكن يقولوا ايه انا يعني، او اللي بيتقال اني انا مثلا التبشير ده مش ليا، انا يعني انا كفايه عليا، اهم حاجه عليا نفسي ان انا اشوف. ويل لين كنت لم ابشر فعلا. ودي يعني طب التبشير ده وصيه؟ يعني هو مش وصيه، هو من فضله القلب يتكلم اللسان. هو ما فيش حد قابل يسوع الا ما يقدرش ما يتكلمش عليه، ما يقدرش زكى لما قابله. ما فيش حد. السامريه تركت الجره وراحت بشرت مدينه كامله لان في اختبار حقيقي حصل. فانا يوم ما يحصل لي اختبار حقيقي انا هتكلم عليه وهبتدي اختبر كل ده. وروح ربنا يعني من جمال الروح القدس ان يقول ان الروح القدس يعلمكم كل شيء، يعني حاجات كتيره قوي انا مش عارف اتعلمها، روح الله هو هيعلمني وهو هيديني الارشاد. بس تقريبا لازم يكون الاول انا عارف اني مفتوح على روح الله طبعا، وان انا فاتح قلبي وذهني ان يا روح الله تعالى املاني من جديد وفيض فيا واملأني تاني. لان جميل جدا يعني ان اشعياء دايما بيربط ان حياتنا هتبقى ملهاش اي مجد او ملهاش اي قيمه فعلا طول ما هو مفيش مياه في القفل فعلا، طول ما هو مفيش مياه تنبض ويكون فيها حياه زي ما ذكرنا قبل كده. فانه يسكب علينا روح من العلا فعلا. وان حتى البريه تصير بستان والبستان يكون وعر. ويقول كده في عشية 41: البائسون والمساكين طالبون ماء. انه احنا طالبين ماء ولا يوجد. ويقول كده: لسانهم من العطش قد يبس. يعني دول المساكين بالروح والبائسون ان هم عطشانين جدا لربنا، ولكن يقول انا الرب استجيب لهم. امين. يقول كده: انا الرب استجيب لهم، انا اله اسرائيل لا اتركهم. يقول ان افتح على الهضاب انهارا. امين. في انهار في هضاب، يعني بالطبيعه بالعقل البشري المنطق لا يمكن، وفي وسط البقاع ينابيع. امين. وده عكس الطبيعه: اجعل القفر اجمه ماء والارض اليابسه مفاجر مياه. ان روح الرب ده بيفجر جوايا حاجه فعلا. ان امتلاء الروح وسكن الروح القدس وقوه الروح القدس المعلنه في المؤمنين بتجعل المؤمن فاعل في الملكوت، عضو
فعلا فعل عامل نافع للسيد فعلا، لان لهم كده تاتون بثمر، هكذا يتمجد ابي انكم تاتون بثمر كثير فتكونون تلاميذي فعلا. وقال لهم ان هو راس الجسد، ان كان هو راس الجسد واحنا الجسد، احنا جسد المسيح، فازاي الجسد ما يعملش، يعني ازاي ما نعمل عمل الملكوت الرأس. احنا جسده، لان الراس هي تحرك كل وظائف الجسد فعلا. والله يا مينا ما بيعملش اي حاجه الا من خلال اناس. يعني كتير يقولك طب ما لو ربنا عايز يشفي، طب ما يشفي، لكن الله دايما يستخدم اناس لتوصيل الكلمه ان كان في التبشير او ان كان في الشفاء، فهو يعمل من خلال جسده. بالتالي هو ده مغزى اصلا، يعني ان الله خلق ادم لكي يكون في اسره تكون فيها علاقة مع الله. هو كان الله محتاج إلى هذا الإنسان أو طبيعة هذا الإنسان المائلة بعد الخطية إلى بعد انكساره وانفصاله عن الله إلى الشر؟ ما كانش. وهو لم يشفق على الملائكة ولكن أشفق علينا إحنا فعلا. هو الذي أخلى ذاته وجه عشان يدينا إن إحنا في حياتنا النهاردة في ناس كثيرة بتسمعنا إن في حياتها قفر، إن في حياتها هضاب، ان في حياتها ما عمره سمع ان في سنه مقبوله للرب. والسنه المقبوله دي مش بس سنه اليوبيل، ولكن السنه المقبوله دي ان يكون في حريه وعتق واطلاق وتشجيع، وما فيش ايادي مرتخيه. أمين. ولا في ركب مرتعشه. أمين. ولا خائفون، ويكون فيها قوه الروح القدس معلنه لاولاد الله فعلا. فنكمل كده يا ابونا، ان احنا بنتكلم من اشعياء 61 ان الممسوح من الله له صفات، وكان الممسوح من الله أول ممسوح جه لكي يصالح السماء على الأرض كان يسوع المسيح الله المتجسد فعلا. ودعانا إحنا أن إحنا نكون مسحاء مسيحيين. أمين. يكون أمين. اسمه علينا. أمين أمين. ونشوف يا مينا أن نشوف أن النبوة دي اتحققت في لوقا 4. يعني لو نروح نقرأ لوقا 4 وعدد 16 يقول: وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان فيه مكتوب: روح الرب علي. ده مين اللي بيقول كده؟ السيد المسيح. السيد المسيح. السيد المسيح يعني عايز يعمل كونكشن، عايز يعمل وصل، عايز يعمل روح الرب عليا. نفس الكلام اللي احنا قرناه في اشعياء فعلا. وجه بعد، يعني هو قبل ما دي اول يعتبر وعظه ليه، فيعني هو كان قبل كده في الجليل وعمل طبعا معجزات في الجليل، واهل الناصره سمعوا عن المعجزات ديت، وكان اول مره يجي لهم بعد ما اعتمد، بعد ما امتلأ من الروح القدس، بعد ما صوم 40 يوم وتجرب من ابليس وغلب ابليس. فهو بيقول رجع يسوع بقوه الروح. يا ريت اعزائي المشاهدين ان احنا نتابعوا معانا الكلام ده، انه يظهر على الشاشه الان ان روح الرب عليا، ده في انجيل لوقا الاصحاح 4، انه يكون على الشاشه ان احنا نتابع مع بعض روح الرب عليا. روح الرب عليا لانه مسحني لابشر المساكين. نفس الكلام، نفس كلام اشعياء 61 اللي تنبأ فيه اشعياء 61: ارسلني لاشفي منكسري القلوب، لانادي للمقصورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. فالكلام ده اتحقق في المسيح. فلماذا شفع يسوع المرضى؟ من ضمن الأسباب المهمة إن هو كان بيأكد ليهم إن هو المسيح المنتظر، وده واضح لأن جه بعد كده بعد ما طوى السفر يقول قال لهم كده: إن اليوم قد تم هذا فيما سمعكم. عشان كده كانوا عايزين يقتلوه. تم، يعني انت جاي تقول لنا، احنا عارفين انك انت مين وامك مين وباباك مين، انت عايز تقول لنا ان انت المسيح؟ انا عايز اقول لكم ان انا المسيح. طب بس في ناس بتقول ان انا قابلت المسيح وان انا مؤمن بيه، وانا قلت تعريف ايماني او اظهرت اعترف لساني بهذا الايمان، وخلاص انا خلصت في المسيح وقاعد في البيت ما بعملش حاجه وبشرب الشاي وبشوف الجرنان والاخبار طول النهار وما بعملش حاجه. فهل ده مثلا، لان احنا عارفين في تاريخ الكنيسه ان في كان يعني حقبه في الكنيسه ان الكنيسه ركزت على الاعمال اعمال اعمال،
فجي كده في عصر الإصلاح تاني إنه قالوا الإيمان الإيمان الإيمان. فعلاً. فبيحصل البالانس فين؟ يعني يحصل توازن للمؤمن ده إزاي؟ هل المؤمن الحقيقي اللي هو يقول أنا مؤمن أنا ممسوح من الله يكون ده فعلاً كلام يطبق عليه، ولا يقول إن ده كفاية إن السيد المسيح الرب يسوع عمله وكويس قوي إنه عمله وهو عشان كده أعطاني خلاص مجاني وأنا هقعد بقى في البيت ما عملتش حاجة؟ هل الإيمان حاجة فعلا فعالة في حياة المؤمن ولا هو حاجة كامنة ملهاش أي مظهر إيماني أو ملهاش أي تحقيق إيماني في حياة المؤمن؟ الإيمان يمين بيسوع المسيح بالإيمان بس، لأن ما فيش أي عمل أقدر أعمله يخلي إن أنا استاهل إن المسيح يخلصني. فعلا. مستحيل. هو عمل نعمة. هو عمل النعمة، هو عمل مجاني، هو عمل أنا بقبله بالإيمان. فعلا. لكن بعد ما أقبل أعظم عمل، يعني إيه معنى قبولي للعمل؟ أنا قبولي إني أنا اتخلصت من قبضة إبليس. فعلا. واداني حياة أبدية، واداني خليقة جديدة، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يعني الله بيوعد بخليقة جديدة ما مشيتش على الأرض ده قبل كده. يعني الإنسان يتبدل. الإنسان اللي هو كان بيغضب وكان بينم وكان بيعمل كل الخطايا دي فجأة يلاقي نفسه عمال يتجدد، بيكون جنس تاني خالص، جنس مختار. ودي أعظم معجزة. يعني إحنا النهاردة كنا بنتكلم على الشفاء الجسدي، ولكن أعظم معجزة هي معجزة إن القلب الإنسان أسلوب فكره طريقته تتغير، يقول أنا ما كنتش كده. يعني في مين تجار مخدرات فجأة يعني لقيوا إن حاجة ما دروش تاني يرجعوا للمخدرات. ناس كانوا شتمين على طول، لسانهم مليان شتيمة، فجأة لقيوا إن هم يعني مش قادرين يشتموا ويقولوا طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت قبلت عمل النعمه، اللي حصل ان انت اتغسلت بدم غالي، دم سمين، دم طاهر. ولكن بعد ده ما اقدرش اقعد ساكت. ايوه. اطلب زي ما انت قلت ان انا امتلئ من الروح القدس، دي تاني حاجه، ولكن ما اقدرش اقعد ساكت، اعمل اعمال الملكوت، لان الله ليه دعوه وليه قصد لكل واحد في حياتنا. وكل احنا مش هتمم القصد ده، مش هتمم الدعوه يعني ألبس قوة. فعلا. وحتى واتنبأ عليها قال يسكب علينا روح من العلاء. أمين. يسكب علينا. أمين. تلبسونا قوة، زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده، نلبس قوة منه هو مش مني أنا. أنا إنسان، حتى لو أنا مؤمن ومؤمن حتى أكون بقالي سنين، ولكن قوة الروح القدس اللي تعلن فيه. عشان كده يسوع قال لهم لا تبرحوا منه الشريم إلا أن تلبسوا قوة من العالي. لما ألبس هذه القوة هيكون في سنة مقبولة للرب. أمين. لأن هيكون في قوة فاعلة فيا وبيا، إن هيكون فعلا، إن زي ما قرينا كده في لوقا 4:16، إن هو في لوقا 4:18 قال إنه ذكرها تاني، الرب يسوع قال إيه؟ روح الرب عليا مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي المأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في حرية. في حرية إن الرب يملأ أناس في كنيسة عشان يبقوا فاعلين، يطلقوا آخرين، يبشروا بالملكوت، يبقوا مصحاء على الأرض، يحملوا هذا الاسم، ويكون فعلا في مسحة عليهم. فما يكونش بس، لأن يسوع هو إدانا المثال لكل مسيحي. عشان كده كل من يؤمن بيقول ان انا بقيت مسيحي، يعني انا بتبع المسيح. فعلا. فانا ازاي هتبعه وانا ما بعملش اعماله؟ ازاي هتبعه واقول انا ازاي واحد شغال في شركة يقول الشركة دي مثلا كذا كذا، دي شركة كمبيوتر ومتخصصة في حاجة معينة، ولكن انا مش عارف عنها حاجة. فهل ده بينفع؟ فعلا يا مين، ما ينفعش. وهي بتبتدي ببساطة القلب، ان انا اقول لربنا يا رب انا نفسي اعمل اعمالك، وانت قلت كده ان انا مش بس هعمل اعمالك، ده انا كمان هعمل اكتر منها. هعمل اكتر منها. فانا لما اعرف حقي في المسيح اقول له يا رب املاني بقوتك انت، علشان كل ما اشوف مريض قدامي اصلي له، اصلي بتوقع، اصلي واجي بعد كده اسأله ايه اللي حصل، رحت حللت، في تغيير في الحالة،
وهبتدي اشوف قد ايه روح الله بيشتغل وهتشجع وهيبقى ليا قصص المؤمنين، هيبقى كلامي مع اصحابي ايه اخر حاجه ربنا فاجئنا بيها، ربنا أيوه. عمل ايه الاسبوع اللي فات وعمل ايه الاسبوع اللي قبله، مش ان احنا بنتكلم ان ربنا ده حدوته ايوه وحصلت من 2000 سنه وبنعيد له مرتين في السنه ونرفض الكتاب ونفتحه ونقول اه ان ربنا لما يعني ضميري ينقح عليا شويه واقول ايه ربنا هيكلمني ايه النهارده فعلا. ولكن هل انا عايش ممارس في عشره حيه وعلاقه حيه وكل يوم بسمع منه وبيغيرني وبيتغير ذهني وبيتجدد فكري ان كل يوم انا عايز النهارده ان 2014 تبقى سنه مقبوله للرب امين. ففي حاجات واضحه يعني حتى ما كلمنا قبل كده ان السيد المسيح قال لهم اشفوا مرضى اخرجوا شياطين طهروا برص ان اقيموا موتى قال لهم ده عمل انا جيت عشان اعمله واديكوا السلطان وتعملوا الاعمال دي ولكن واضح طبعا ان الممسوح من الله ان السيد المسيح كان ممسوح من قبل الله فعلا واحنا كمؤمنين بولس الرسول زي ما ذكرنا قال اللي مسحنا هو الله فعلا فاحنا لو فعلا مؤمنين ممسوحين بقوة الروح القدس هيكون ده مشتهى قلبنا أمين. هيكون ده ان احنا نقول كده كل يوم اشكرك يا رب لان روحك علي أمين. اشكرك يا رب انك مسحتني أمين. اشكرك يا رب لابشر المساكين فكون ده دعوة قلبي فعلا وزي ما ذكرت يا ابونا ان هو فعلا في يوحنا 14:12 يقول الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا فعلا ويقول كده ويعمل أعظم منها لأني ماضي إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله يعني يقول إن ده هو ده سؤال قلبي ولكن إحنا معنا تليفون حضرة الأسيس أشرف تفضل الاول بقول مساء الخير على حضرتك وعلى المدام وعلى الاجتماع بتاعكم وعلى اخواتنا اللي بيشاركونا وبيسمعونا معانا في البرنامج دلوقتي اهلا بيك حضرتك قسيس اتفضل ربنا يبارك فيك دي كانت تاني مشاركه ليا معاكم وانا مبسوط ان انتم مكملين في الروح القدس وانا حابب ان وقت الروح القدس يكون واخد وقت اكتر من كده لكن اللي على قلبي دلوقتي واللي انا حابب اشارك بيه دلوقتي ايه جت في تسميه 28 ايه رقم 47 انا نفسي حتى المخرج يساعدنا فيها ويكتبها ان دي مهمه قوي لكل شعب الرب اللي عايز يخضع تحت مسحه الروح القدس وايه الدعوه اللي على حياته تحت مسحه الروح القدس فانا بس اللي حابب اقوله بس ايه هي المسحه من وجهه نظر كتابيه المسحة أنا بشوف إن هي تأييد الله لرسالته على لسان شخص أو سلوك شخص. أيوه. ما تابع للروح القدس. أمين. المسحة هي تأييد السماء لرسالته لرسالة سماوية لشخص خاضع للروح القدس، شخص مش بيحسن الروح القدس، شخص مش بيحسن الروح القدس. أمين. في تسمية 28 آية 47 بتقول ولأنكم لم تعبدوا إلهكم ولم تخدموه بفرح وسرور عندما توفر لكم كل شيء احنا وهب لنا مع المسيح كل شيء كل شيء ووفر لنا كل شيء حتى ليكون لنا حياة وليكون لنا أفضل لكن للأسف التسمية 28-47 لأنكم لا تعبدوا إلهكم ولم تخدموا بفرح وأنا بسأل كل واحد مؤمن النهاردة يا ترى لما السامرية تقابلت مع المسيح كان رد فعلها إيه وإيه كلية اللاهوت اللي دخلت في ده يا ترى مجنون صورة الجدريين كانت مأهلاته إيه يا ترى بطرس صياد السمك يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى أمين. أنا بقول لكل واحد مؤمن النهاردة أخرج من ذاتك أمين. أنت موجود هنا عشان تعبد الله وتخدم الله وأوعى تكون بتفسي روح الله وتحزن روح الله كنت بتتكلم عن العيان أرصد العيان المسيح وقف في يوحنا 7:39 وقال الكلمات الحلوة دي من آمن بي
تجري من بطنه أنهار ماء حية. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس. يا أخي وأختي اللي بيسمعوني دلوقتي وبحبك، اسمع الكلمات دي وتفكر فيها كويس. الله بيدعوك إنك تتحرك نقلات إيمان. أمين. دعوة لله فيك وأنت بتسمع الرسالة دي دلوقتي، من فضلك آمن. أنت مدعو إنك تعيش بالإيمان مش بالعيان، لا تنتظر أشخاص ووعود بشرية، لكن انظر على الوعد الكتابي وآمن بيه، والسيد السماء هيجي على حياتك وساعتها الروح القدس هيفجر من جواك أنهار ماء حية. أمين. اللي هتبقى شغله هو مش شغلنا إحنا. فعلا. عارف أقول إيه غير إن أنا نفسي في نهاية المشاركة أو في نهاية الحلقة النهاردة، نفسي من كل قلبي تكونوا بتقدموا كمان صلوات مع الناس، تطلقوا مسحة للناس، الناس تخرج من العيان وتخش. أمين. في اسم يسوع. أمين. ونعيش لا لأنفسنا بل من أجل الذي مات وقام لأجلنا. أشكرك يعني على المشاركة. أشكرك حضرتك أسيس على المداخلة، شجعتنا جدا، وأشكرك إنك تابع معانا، وان احنا هنصلي مع بعض دلوقتي وان الله يتمجد، واحنا بنكمل ان فعلا يكون مثالنا هو السيد المسيح، انه الممسوح من قبل الله قدم لنا قمة الحياة المسيحية. اشكرك من اجل مداخلتك. ربي يباركك. شكرا. ايوة افون، احنا بنكمل في اخر حلقتنا النهاردة، ان عايزين نصلي من اجل كل واحد انه طلب شفاء. في ناس بعتوا رسائل، ومعانا رسائل كمان على الفايبر، ومعانا رسائل ان الناس طلبت مننا ان احنا نصلي لها، لان الرب يتمجد في عمله، وان الرب نحطه قدامه. زي ما بنت الاخت ميري اتصلت وقالت ان الرب اتمجد، صلى الاسبوع اللي فات والرب اتمجد. فاحنا مش بنقول قصص او خرافات، ولكن الهنا حي، وعايزين نطلق مسحة فعلا، ان احنا بنقول يا رب احنا عايزين النهاردة ان شعبك يقوم في كل كنيسة. أمين. كل واحد يدعى باسمك، كل واحد ما يعرفكش، ان ببساطة جدا عايزين نشاهد ان احنا واحنا بنصلي دلوقتي ان انت تتضرع امام الرب، تقول له يا رب انا يمكن الكلام ده مولود مسيحي بقى لسنين، بس عمري ما طلبت ده بايمان. وممكن تقول له يا رب انا مش مولود مسيحي، ولكن عرفني بذاتك. لو هم بيقولوا فعلا، لو احنا هنا في الاستوديو بنقول ان المسيح هو حي، وانه الممسوح من قبل الله، وانه يقدر ان يطلقك الان. وانا بكلم ناس مأسورين في ادمان، وانا بكلم ناس مأسورين في عبادات شكلية، وانا يعني بكلم ناس، انا عارف ان في ناس بتصلي من اجل شفاء نفسي، وانا بنصلي ان يكون في شفاء روحي ونفسي وجسدي. فأمين يا أبونا، احنا عايزين نرفع صلاة بكل إيمان. أمين. ان إلهنا يتمجد. أمين. وهو هو اللي وعد بمواعيده في الكتاب، وان هو يمسح شعب لزمن مقبول، وتكون سنة مقبولة للرب. تفضل. أمين. أمين. تفضل يا ابونا. حاضر. يقول يمينة لما كان يوحنا المعمدان في السجن، فبعت ناس ليسوع قالوا له انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ فقال لهم كده، اجاب يسوع وقال لهم اذهبا واخبر يوحنا بما رايتما وسمعتنا، ان العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون. أمين. وطوبى لمن لا يحفر فيا. يا رب النهاردة أنا بشكرك، بشكرك من كل القلب، لأنك يا رب جيت وتركت السماء وتركت عرشك، وخدت يا رب صورة عبد علشان تشيل الخطية، وتشيل يا رب أي حاجة معطلة أي إنسان عن إنه يعيش حياة كاملة فيك. يا رب أنا بصلي النهاردة إن لو في أي إنسان ما طلبكش مخلص شخصي لحياته، في اسم يسوع يتقدم يا رب، يركع على رجليه ويقول تعالى اتفضل، تعالى اتفضل، تعالى زي ما زكى دخلك بيته وحياته اتغيرت واتقلبت وأصبح إنسان جديد فيك، وجيت يا رب وقلت اليوم حصل خلاص في هذا البيت في اسم الرب يسوع.
تقول يا رب الكلام ده على بيوت كتيرة جدا النهاردة، تبص عليها وتقول أنا مستنيك زي الابن الضال اللي رجع لابوه وانت يا سيد قبلته. الاب كان مستني قبل حتى ما الابن يرجع. يا ربي انا بصلي صلاة خاصة تطلق شعبك، لو في النهاردة يا ربي وناس كتيرة دعوك في حياتهم لكن لسه مش قادرين يطلعوا ويعملوا اعمال السيد الرب، في اسم الرب يسوع وبقوة الروح القدس انا بصلي انك تمليهم يا سيد في هذه اللحظة، تشعرهم يا ربي بقوة غير عادية في جسدهم، تديهم يا سيد طلاقة في الكلام. أمين يا سيد، تديهم يا ربي مواقف كتيرة يفرحوا بعملك في اسم الرب يسوع، يضعوا ايديهم على المرضى فيبرؤون. انت يا ربي تريد انك تستخدم اناس عاديين خالص زي يا رب ما اخويا قال بطرس كان صياد سمك، لكن يا رب استخدمته بقوة وبسلطان. السامرية يا سيد بشرت بلد عادية كبيرة. يا رب النهاردة انا بتنبأ على حياة ناس كتير ان هم يخرجوا برا الاسوار في اسم الرب يسوع ويبشروا بقوة وبسلطان. بصلي ان يتواصلوا مع ناس كتير ما سمعوش عن اسم يسوع ويقولوا لهم عن اله عظيم، اله حي، اله يريد ان يشفي. بصلي ان يضعوا ايديهم على المرضى ويروا يا سيد العيون تتفتح في اسم الرب يسوع، يروا الاذان تسمع في اسم السيد رب يسوع. رب انا بحط قدامك كل الاسماء اللي الناس يا رب اللي تواصلوا معانا، يا رب بحط كل طلب امامك، وان كنت يا رب نسيت حد لكن انت مش هتنساه ابدا. لكن بشكرك لانك انت الرب الذي يريد ان يشفي، الرب اللي قال عليه النبي داود انك انت تشفي كل امراضي، تغفر كل ذنوبي، مفيش ذنب كبير عليك ومفيش مرض انت ما تعرفش تعالجه، لكن انت الوحيد اللي ليك صفة الشافي، الرب الشافي. يا اله يسوع بحط امامك يا رب في اسم يسوع الياس، بيقول يا رب ان انا عندي عدم ثقة في نفسي وانا رب ده مأثر عليه. يا رب اشكرك لانك انت بتشفي منكسر القلوب، يمكن يا رب هو مش شايف نفسه عالي لكن انت يا رب بتنظر اليه وبتشوف شبهك، بتشوف ابنك. فانا بصلي يا سيد انك انت تفتح عينه على مواعيد الكتاب. بصلي يا رب لاختي انهار بتصلي يا رب المرض خطير، بصلي في اسم الرب يسوع لمسه الروح القدس، بطلب ايدك المقدسه، ايدك اللي قلت انك انت ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. انت يا سيد معانا، المسها النهارده لمسه شافيه زي يا رب ما بنت اختي ماري اتصلت النهارده وقالت انها اتشفت الاسبوع اللي فات في وقت الصلاه. يا رب في اسم الرب يسوع لمسه يا رب ليها. عاطف في اسم يسوع بيقول كسر في الركبه، يا رب في اسم الرب يسوع شفا كامل للركبه ديت. بشجعك يا اخويا لو سمعني تحط ايدك على ركبتك، بقولك في اسم يسوع في سخونة هتخش في ركبتك، ابتدي خد خطوة بالإيمان وابتدي حرك الركبة في اسم يسوع. بآمن ان الركبة الألم كله هيروح وهتتشفي. بحط يا رب قدامك أختي تريزا جرجس من مصر تعاني من أزمة ربوية، في اسم يسوع أختي حطي إيدك على صدرك رب، في اسم يسوع يسوع هيلمسك لمسة شافية، يسوع هيشفيكي تحسن الآن. شكرا ليك لأنك يا ربي كامل. بتعلن إنها تبتدي تحس بتحسن غير عادي. أمين يا سيد، بتعلن يا رب، بتقول إن أنت يا أختي رحتي الأطباء كثيرين وبقالك سنين كتيرة بتحاولي تتعالجي ومفيش حاجة نفعت معاكي، لكن امني ان 2014 في اسم الرب يسوع هيكون ليك شفاء خاص. بتعلن وبتقول ان انت ما نسيتهاش. بصلي يا ربي الام اخت والدة صفوت في اسم يسوع مشاكل في العظام، يا رب في اسم يسوع تجدد هذه العظام، تجدد هذه العظام يا رب من راسها لرجليها. أمين في اسم الرب يسوع لمسة خاصة ليها. باسمك شكرا ليك لأنك أنت
تقول تصنع خير، ما زلت تقول تصنع خير. انت قلت صلاة الإيمان تشفي المريض، احنا نصلي وانت تشفي. شكرا ليك لأنك تستطيع كل شيء. آمين آمين آمين. أشكرك يا أبون من أجل الصلاة. أشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم معانا، وأشكركم أن أنتوا متابعين معانا، وأن يكون ده سؤل قلبكم، لأن الرب بيقول كده في آخر إنجيل مرقس، يقول وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم. الرب عايز يعمل معانا النهاردة ويثبت الكلام بالآيات التابعة. أمين. هنتكلم في إيه في الحلقة القادمة يا أبون؟ هنتكلم مين تاني سبب ليه يسوع شفى المرضى، وهنقول ان من ضمن ان هو كان ليه سلطان على غفران الخطايا. على سلطان الخطية. امين. ان الرب ليه سلطان على غفران الخطية ويؤيد المؤمنين باسم الرب. نشكركم لحسن متابعتكم. الرب معكم. لمسة شفاء، لمسة حياة.